أكدت وزارة الصحة أنها مستمرة في إجراءاتها الاحترازية وتدابيرها الوقائية عبر توسيع نطاق وأعداد الفحوصات اليومية للوصول المبكر للحالات القائلة بفيروس كورونا وسرعة عزلها لتلقي العلاج والرعاية اللازمة على مدار الساعة من قبل الفريق المختص في مراكز العزل والعلاج، حيث لن تدخر الوزارة أي جهد في سبيل توفير العلاج والرعاية لجميع الحالات من المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين. ودعت الوزارة كافة أفراد المجتمع إلى ضرورة الاتصال بالرقم 44 فور الشعور بأية أعراض للفيروس كصعوبة في التنفس أو ارتفاع في درجات الحرارة أو السعال، مؤكدة أن سرعة الإبلاغ عن وجود الأعراض يسهم في سرعة الكشف المبكر في حال الإصابة بالفيروس، وبالتالي سرعة عزل الحالة القائمة وعلاجها وتعافيها دون تعرضها لآثار مضاعفة، إلى جانب إمكانية تقليل أعداد المخلطين وسرعة عزلهم وعلاجهم وتعافيهم إن أثبتت الفحوصات إصابتهم أيضا. كما جددت الوزارة التأكيد على ضرورة التزام الجميع بالقرارات الصادرة من الجهات المعنية بناء على توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا والإجراءات الاحترازية.